مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من الآخر. نوعدكم إن شاء الله اليوم أنها بتكون حلقة مشوقة لأن ضيوفنا بيكونوا ضيوف يدد وجوههم إن شاء الله بتكون غنائية وفرحة. في البداية رحبوا معاي بزملائي اللي أحبهم وايد 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 وايد، بدر أحمد البلوشي من الإمارات والموناليزا فدا أبو شاهي من فلسطين، عمرو الرسوحي من مصر، هلا عياش من سوريا، زيد ناصر من الأردن، وميا سعيد من لبنان. ضيوفنا لهذه الحلقة بيكونوا أكيد مثل ما وعدناكم جدا مميزين. ضيفنا الأول حارب المهيري ورفاهية السفر، الإعلامية منى ومغامرة الغناء، جوغ صوب وسر نجاح المطاعم، وجديد الفنانة ناي سليمان. والحين بنروح لأولى فقراتنا لهذه الحلقة ونروح لفقرة قصة نجاح. لم يعد السفر محصوراً بفئة معينة من الناس، فاليوم أصبح التنقل بالطائرات أساسياً وجزءاً من حياة كل إنسان. لذا تتنافس شركات الطيران على جذب المسافرين، وطبعاً كل واحد على طريقته، ولكن شركة طيران الاتحاد قررت أنها تستثمر في طيرانها الوطني بشكل فريد ومميز. ماذا تقدم اليوم من خدمات فخمة ومميزة، وما الذي يميزها عن غيرها؟ لمعرفة المزيد خلينا مع بعض نرحب ونستقبل بنائب رئيس الشؤون التجارية في دولة الإمارات لشركة الاتحاد للطيران الأستاذ حارب المهيري. مرحبا الساعة فيك، منورنا، حياك الله، استريح، حياك الله. أستاذ حارب المهيري نورتنا اليوم في البرنامج. وجودكم شكرا أول شيء لك أكيد وعلى تواجدك اليوم معنا. في البداية عندي لك يعني ما شاء الله طيران الاتحاد صار ما شاء الله يعني نلاحظ نمو يعني جدا سريع لا من سنة 2003 إلى اليوم. هل هذا النمو السريع يعني سبب أن كثر شركات الطيران المنافسة عشان تدي بشكل سريع كان ينمو؟ الحين الاتحاد تأسست من 2003 طيران الاتحاد، والنمو السريع هذا شيء طبيعي لأي شركة تطمح أن تكون الأفضل على مستوى العالم. ومثل ما ذكرت يعني المنافسة اللي في السوق كبيرة، وإذا ولتكون الأفضل لازم تكون مبتكر في كل في تبدأ من خدماتك أو إلى منتوجاتك. زين هل طيران الاتحاد يعني وين تشوفه أنت طيران الاتحاد مقارنة بطيرانات أو خطوط الجوية الخليجية والعالمية؟ وين تشوف طيران الاتحاد وصل اليوم في عام 2014؟ منتوجاتنا الجديدة بكون أقلل من مستوى طيران الاتحاد إذا أقول لك مش أفضل شركة طيران في العالم. ليش؟ أسبابه؟ أسباب مثل ما ذكرت شركة طيران صار لها 10 سنوات في السوق، شركات كملت 30 و35 سنة
والخدمات اللي وصلنا فيها اليوم تعدت هذه، مو بالله بس تعدت، انت لو تشوف اليوم طيران الاتحاد ركزنا على different segment كاستمر، يبتدي من your kids للمسافر نفسه. ومن ضمن الشغلات ايضا اللي هم يقدمونها خدمات المواقف المجانيه يعني للزباين، عشان ايضا يجذبون الزباين بشكل اكبر. يمكن كثير من المسافرين ضايقون موضوع ان مسافر وين بوقف سيارتي وغيره وغيره، فهم وفروا هذه الخدمه. هاي الخدمه بالضبط في شو يعني في شو تفيد او تجذب الزبون؟ هذه اكثر تقول انها سيلز تكنيكس، انها كيف تخلي اليوم انت تكون مميز عن شركات الطيران الثانية، وهذا بالتعاون طبعاً مع شركة مطارات أبوظبي، مطار أبوظبي. ولكن إذا بنرجع للكواليتي أوف سيرفيس، اليوم كل شركة طيران تعطي ديسكاونت، كل شركة طيران في لها فيرست وبزنس وإكونومي، كل شركة طيران في عندهم لاونج، كل شركة طيران في عندهم تيرمينال خاص للفيرست والبزنس كلاس. لكن الكونسبت اللي اليوم شركة طيران الاتحاد اتخذته ككوميرشال كومبليتلي يختلف. وفي نفس الوقت اليوم الحين كمبنى، مشان يكون المبنى اتراكتيف كمبنى مسافرين متكامل، يعني كمبنى مسافرين متكامل، لكن يكون اتراكتيف للمسافرين، فتحنا فيه شوبس من ضمنها جون ذا جروسر كوفي شوب ومطعم، هيرتز اجار سيارات، في عندنا مكتبه، وباي ذا واي يمكن يعتبرونها دعايه لجونز ذا جروسر، فاتح 24 ساعه. اوه نعم. هلا عامر من دبي، انا من لبنان، بس كمان بحس حالي لما اكون مع اتحاد الطيران بكون عن جد كثير هيك بكل موضوعيه مدلله، والمعامله بتكون كثير حلوه. بس كنت ذكرت قبل شوي مع كل الخدمات كنت عم تقول انه عن جد الاتحاد الطيران هو للصغار ولكل العالم، هل انتم بتعتمدوا هيدا الشيء او مركزين انه عن جد يكون السفر للجميع؟ اليوم هذا صار ستاندر عندنا في الاتحاد. اي لاونج يفتح، على سبيل المثال اللاونجز الخدمات الارضيه، اي لاونج يفتح في اي دوله او اي محطه لازم يكون في فيرست وبزنس، وايضا كيدز لاونج، ولازم يكون في سبا ايضا. فهذا صار ستاندر عندنا في اي محطه نفتتحها. هذا واحد. اثنين، في الطياره نفسها، لو نرجع 15 سنه قبل، في شركات كثيرة اليوم طبعا بدون ذكر أسامي، في شركات كثيرة لليوم الموجودة عندهم الاختلافات في الـ IFE الموفيز، الفيرست والبزنس في لهم موفيز تختلف عن الأكونومي، لكن احنا عندنا فيرست بزنس أكونومي كلها عندكم ديمقراطية في الانترتينمنت لهالدرجة، ترفيه ديمقراطي على الطيارة. برافو أستاذ حارب. طب شو الخدمات الإضافية اللي بتقدموها بالفيرست كلاس هلأ؟ الفيرست كلاس اعلنا من فتره على الريزيدنس، والريزيدنس يعني سوى ضجه في عالم الطيران. وانا صراحه يعني دائما اقول اليوم الاتحاد قدرت تخلق كونسبت خاص فيها، ابتعدنا عن الفيرست والبزنس والاكونومي. انت رحتوا هلا على مرحله ثانيه بخدماتكم. نتكلم عن الريزيدنس. الريزيدنس هو عباره عن، انت هلا عم تحكي عن خدمات ايوان؟ خدمات الايوان، يعني عن جد أخذت ضجة فظيعة لخدمات الإيوان، كان تعتبروها من أفخم المساحات اللي على الفخمة على أي متن طائرة، صح؟ أول شركة طيران، وأنا أقولها بكل ثقة، أول شركة طيران تعلن عن 2 cabins and 1 cabin. أوه. يعني الريزيدنس اللي هي الإيوان بتكون كرسي، يعني لا يعني مساحة يعني كاملة متكاملة لمسافر الإيوان. من أول ما ترفعين التليفون كمسافرة اليوم، أول ما ترفعين التليفون تطلبين حجز الإيوان أو الريزيدنس، راح تتقدم خدمات الكونسيرج، راح تكون الشخص اللي راح يخدم مسافر الإيوان مش مضيف عادي نفس اللي يخدم الفيرست كلاس، ما نتكلم خاص يعني. ما نتكلم عن البزنس ولا الاكونومي، ما بيكون نفس المضيف اللي راح يخدم يعني انت بهالخدمه في الفيرست كلاس. وصلتوا لافخم
رحلة على متن طائرة؟ هل نقدر نقول هاي أفخم إكسبيرينس تجربة على متن طائرة؟ ومش نحن اللي نقولها، هذا الأفيشن، عالم الأفيشن هو اللي يقولها. بس بتعتقد يلي المسافرين يلي بيكونوا رايحين رحلات قصيرة معقول تجذبون هاي الخدمة، خاصة إنه عم نحكي عن يعني سعر البطاقة بيكون شوي عالي؟ تقريبا تكلفة، هلا نعم يتدللوا بس كمان بنفس الوقت تقريبا تكلفة التذكرة راح تكون على لندن، أعطي المثال على الون واي، تقريبا في حدود $20,000، لكن $20,000 لشخصين مش شخص واحد. تقريبا ايه، الشخص المسافر اللي يشتري الريزيدنس راح يشتري كابينة، سكن بيشتري فندق، غرفة فندق 7 ستار او 5 ستار بالضبط. بس بهالاسعار هاي اللي عم تطلبوها المرتفعة كتير، لمين عم تتوجهوا بسعر التذكرة هاي المرتفعة؟ لمين عم تتوجهوا؟ في شريحة معينة او عندكم هدف معين لاشخاص؟ اكيد معين. اكيد كل شيء مدروس. وإذا نقول اليوم ما راح يكون في لها شريحة، إذا ما لها كاستمر، معناته الطيران الخاص لازم يسكر من السوق. يعني اليوم نحن كطيارة 380 عندنا الإيوان، عندنا الفيرست كلاس، عندنا البزنس كلاس والأكونومي. واو. هاي تسميات قديمة. التسميات الجديدة اللي أعلننا عنها من فترة اللي هي الريزيدنس، الإيوان، الشقة الدرجة الأولى، واستوديو رجال الأعمال، والمقعد الذكي اللي هو الأكونومي. في كم يعني عدد الأجنحة يا ترى بالإيوان؟ كم جناح بالإيوان فيه؟ الجناح واحد. واحد. ايه. الإيوان عبارة عن، خليني أوصف لك إياه على السريع، الإيوان عبارة عن كرسي لشخصين، له خصوصية كاملة 100% للخصوصية، لا غرفة نوم، مدخل غرفة النوم من مقابل الكراسي، الشاور خاص لهذيل المسافرين الاثنين. سويت يعني. سويت. طب افرض مثلا في حدا بالإيكونومي وبيعرف حدا ماخذ الإيوان، جناح الإيوان، في بإمكانهم من الإيكونومي يروحوا على إيوان بسهولة ولا يسلم يزور يشرب قهوة شيء عنده؟ هو حاليا في شركات الطيران اللي حاجز الإيكونومي مش مسموح له يدخل البريميوم كلاس، حتى لو صاحبنا قاعد. بس أنا في وجهة نظري إن اسمه ريزيدنس، يعني خلاص هذا اسمه تقول بيتي، أعزم اللي أباه في الطيارة، يشرب معك كاسة شاي كي. مثلا في الجو أتأزم بالتباين من مش كل حد، يعني عدد معين. يعني أنا عارف أن عندي مثلا صديق في الطيارة وأنتوا عاطيني ريزيدنس، يعني ملكتوني جزء كبير من الطيارة، شو اللي بيمنع الناس قرر واحد من الأكونومي قاعد معي طوال الرحلة؟ يعني يعتمد، إذا أنت، أنا مثل ما ذكرت الريزيدنس هو عبارة عن لشخصين، يعني أنت تشتري هذا الإيوان لشخصين مسافرين، إذا أنت وشخص ثاني مسافر أكيد طبعا بتكون صعبة أن في شخص ثالث يكون. وبعدين اللي راح يمر يعني من الدرجة الأولى للريزيدنس راح يمر بالفيرست كلاس، فأيضا حنا درسها بشكل متكامل، خصوصية الفيرست كلاس وخصوصية الإيوان. ممكن مضيفات طيران يتعاونون في الموضوع هذا؟ ممكن يعني أحس يعني حزتها ممكن يتعاونون، يعني بروح بشوف ربيعي بسلم عليه كذي، ممكن الموضوع يمشي بس أني أسلم عليه وارجع، وعقب ما سلم اروح ابات عاد تسلم ما تاخذ شاور عندي. عكس صحيح، مسموح لك تزور من الفيرست كلاس او من الايوان، مسموح لك تزور الايكون طبعا. اي طبعا. اوكي طبعا. طب استاذ حارب، في اسطول الاتحاد كم طياره A380 حاليا؟ تاريخ 27/12 راح تكون اول رحله 380 على لندن. تمام. 27/12 تمام. استلام طائره 380 وطائرة بوينغ 787 في شهر 12/2015 راح يكون في استلام 5 طائرات بوينغ و 380، والسنة اللي بعدها أيضا راح يكون في 5 طائرات. ما شاء الله. لأي بلدان هاي الطائرات البيج ايركرافت اللي عم تستلموها بتتوجه؟ لأي بلدان مسافات بعيدة يعني ولا القريبة؟ ال 380 وال 787 أكيد راح تكون المسافات البعيدة بحكم البرودكت، يعني راح تكون مسافات بعيدة. اللي راح تكون لندن من ضمن، تكون أول رحلة 27 على لندن، وأيضا راح يكون في خيار على نيويورك على حسب الدراسة اللي حاطينها حاليا، على نيويورك، في على واشنطن، و 787 على دوزلدوف، وعلى أيضا أستراليا. متى راح يطلعوا هدول الطيارات إن شاء الله؟ إمتى راح يطيروا أو بلشوا؟ هلأ هم موجودين في السماء ولا إمتى تتوقع تبدأ هاي الرحلات؟ 27
27/12 راح تكون اول رحله 380 من مطار نهايه العام. احجز يا زيد. طبعا الحجوزات يستيل واحد يحجز قبل. نحجز اي طبعا. بدت الحجوزات؟ طبعا بدت الحجوزات والايوان صار في طلب عليه في السوق. ما في مجال يعني واحد يحجز زياده خاصه اظن شويه يفول. لما شاء الله الاتحاد كل ما تحصل مناسبه طيران يقول لك فل 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 فل. طب نحن هلا دائما يعني بما انه شركه الاتحاد بلشت مؤخرا بالسنوات الماضيه، كيف ممكن انه نغير ولاءنا او نصير فعلا عندنا ولاء مستمر مع طيران الاتحاد؟ ولائك غير شكله ها. ولاء المسافرين يعني شركات الطيران دائما تبتكر اشياء جديده. ولاء المسافر اليوم راح تكون بالخدمه مش بالاسعار. اذا الخدمه اولا اذا انك انت مش اتحاد كاستمر اكيد راح تسمع وهذا دور الماركتينج. اول ما تشتري التذكره وتبدا تسافر على الاتحاد هني دورنا نحن تو مينتين اور كاستمر. واليوم اذا نفكر اليوم شو اللي يخلي طيران الاتحاد انه يبتكر اشياء جديده في السوق ليكسب ولاء المسافر. هذا من ضمن الخدمات اللي على الارض بجوز للمسافرين. كنت اسالك عن هاي الشغله، ما هي في خدمات في السماء واضح انها لكشري وعاليه المستوى، شو بالنسبه للخدمات اللي على الارض غير موضوع الاصطفاف في المطار زي الترانزيت مثلا بين الرحلات؟ احكي لنا شوي عن هذه الخدمات المميزه على الارض لطيران الاتحاد. خدمات الترانزيت تعتمد اكثر على المطار اكثر عن شركه الطيران. شركة الطيران تقدر مثلا تزيدها بسمول تاتشز، يعني مثلا تنزل الفيرست كلاس مثلا من رحلة A إلى رحلة B بدل ما يطلع بالبريدج مع المسافرين توصله بليموزين على ليموزين تاخذه الثانية. أنا أعطي أمثلة. فالترانزيت بشكل عام يعتمد اعتماد كبير على المطار وشو الخدمات اللي تقدمه. وأنا الحين بكلمك عن مطار أبوظبي مش كاتحاد، كمطار أبوظبي عندنا خدمات جدا مميزة. يعني عندنا التيرمينال 3 اللي هو نحن نسميه مبنى طيران الاتحاد ومتوفر فيه ثلاث لاونشز للمسافرين. في عندنا خدمة السبا، الحين كطيران الاتحاد عندنا خدمة السبا. في خدمة الدار للفي في اي بي اللي مش حاب ينتظر في لاونج شركة الطيران. في في اي بي يعني very very important very very important. فعنده قاعة خاصة فيه فترة الترانزيت يقدر يرتاح فيها. وطبعا الديوتي فري وتنوع المحلات في الديوتي فري. وما ننسى طبعا اخواننا المدخنين الغرف خاصة للسموكينج فهذه كلها سبيشال سيرفيسز على الارض. انا اقول لو تشيلوا غرف تدخين احسن عشان ما حيدخن. أنا لو يعني لو أنا عشان ما أدخل في الموضوع لو في إيدنا شلناها من زمان. أستاذ حارب أنبهك على الكاريكاتور اللي ورانا هلأ. هذا ابتكار. طب كيف بتأثر في كل إشاعات هاي؟ بالعكس يعني هذا يمكن صاحب الصورة يعني يسأل الاتحاد واتس نيكست يعني صورة تركيبها يعني. هي مديح تعتبر براند انرجي درينك بس ما تضايقه. طبعا لا طبعا لا، هذه يمكن يعني صورة جيدة أنك تعطيها القسم اللي طور الفيرست كلاس لو وصل للإيوان الريزيدنس وتقول له واتس نيكست يعني إيجابية برأيك. هذا أكيد طبعا 100% إيجابية. طيب شو التالي؟ شو الـ واتس نيكست؟ يعني إذا أنا بقول لك شو النيكست اليوم ما راح تكون في مفاجآت. أعلننا عن الإيوان بوجود 250 إعلامي من جميع دول العالم ولليوم يتكلمون عن الريزيدنس والتو كابنز اللي في الفيرست كلاس. ولين اليوم الحين تينا اتصالات ان نريد نشوف ونزور فاذا بقول لك اليوم واتس نيكست معناته انا حركت حالي. شوف استاذ حارب يعني ما شاء الله من 2003 الى اليوم 2014 طيران الاتحاد يعني قفزه جدا عاليه، فان شاء الله اكيد يعني لين بعد كم سنه قدام بنشوف الاتحاد ان شاء الله الاولى عالميا، لان فعلا قاعد تدور اهم شيء راحت يعني كل من يسافر عليها. ان شاء الله يا رب كذي في اقرب فرصه نروح كذي كلنا شله مع بعض ونسافر سفره حلوه نغير فيها جو بس مو شغل ها. اوكي شكرا لك وعلى حضورك اليوم وتواجدك معنا، احنا كنا فعلا سعيدين معك واخذنا معلومات حلوه ايضا اكيد جمهورنا يعني اللي تابعنا في التلفزيون حاليا استفاد وعرف شغلات كثير يمكن كان حاب يعرفها منك، فشكرا لك وعلى تلبيتك لدعوتنا اليوم. بس قبل لا انهي المقابله الشغلة واحدة حابة أذكرها، أول ما بدينا شركة الطيران أتذكر في حدود 2005 كانت المين مسج لكل الموظفين
أن أفضل شركة طيران في العالم، أفضل شركة طيران في العالم، في الداشبورد، في الهيد أوفيس، في النوت بوكس اللي مع الموظفين. فبدينا أن نحفر هذه الفكرة في ذهون الموظفين. لا توصلوا له. وإن شاء الله نكون وصلنا لها. وصلتوا لها. إن شاء الله نكون وصلنا لها. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، دائما الواحد أكيد يفضل يكون الأول عالميا، لأن أنتم أفضل جمهور في العالم قاعد يتابعنا الحين. فاصل وراجعين. In a moment, everything changed. Without a trace. رجعنا من بعد هذا الفاصل، والحين بنروح لفقرة شخصية عامة. ضيفتنا متعددة المواهب، فهي صحفية ومقدمة برامج ومنتجة ومخرجة، ولكن مواهبها لم تتوقف عند هذا الحد، إنما وصلت إلى حدود الفن. هل يا ترى ستترك منى الإعلام لتلتحق بعالم الغناء؟ خلينا بعد نرحب بنجمتنا منى إبليني. يا هلا ويا مرحبا فيك فنانتنا منى. يعني ما شاء الله شفناك يمكن في برنامج ذا فويس، لكن ما توقعنا صراحه نشوف كل هذا الجمال قدامنا. يعني صوت جميل وشكل جميل، ما ينفع اثنين مع بعض. يا هذا يا هذا. شكرا. اصبحنا يعني في زمن اللي عندهم جمال في الشكل ما عندهم صوت، واللي عندهم صوت ما عندهم شكل. انت اثنين في واحد. شكرا كلك ذوق. ثانك يو. بس في اكيد كتار اللي ماخذين الباكج كلها بالدوله العربيه. بس مثلك انت يعني ان شاء الله يمكن يكون في في البدايه. قولي لي برنامج ذا فويس، يعني هل ممكن تتركين حياتك والاعلام وشغلك كله وتروحين فقط للغناء؟ والله الموسيقى لي كانت دائما موهبه، وتربينا بجو فعلا ميوزيكال من البابا والماما واخواتي. كمان بلشت البيانو من عمري 5 سنين كلاسيك. ما شاء الله عليك. وبعدين بالمدرسه بلشت الحن اغنيه، ودائما انه هيك موهبه. فتت بالاعلام طبعا، الواحد بده يشغل بهالدنيا يعيش، وفعلا بحب شغلتي كمذيعه وكصحفيه. بحب اتعرف على الناس من كل العالم كلها، يعني بحب اعمل ريسيرش، اتعرف على الناس فعلا. طب ممكن تتركين الاعلام والتقديم وتروحين بس للفن والغناء؟ والله بفكر حيكون صعب، لانه هيك بالفن. بس الواحد عم بيلحن فعلا، عم بيكتب وعم بيفكر، ويعني عم تجي لي انسبيريشن وقت ما بسافر او بتعرف على ناس جداد بحياتي. كلها ابداعات، كله مجال ابداع. ايه اكزاكتلي. سو يعني في يعني بيشبهوا بعض. انا يعني بعت من جو الغناء وهيك يعني فتره طويله، لانه حبيت اركز عن شغلتي كصحفيه ومذيعه، وعطتني هيك ثقه في نفسي اكثر انه اطلع على المسرح. وفعلا عطتني الفرصه انه احقق الحلم تبعي. من اكثر واحد نعجب فيك من لجنه التحكيم، شيرين ولا كاظم ولا عاصي ولا ولا صابر الرباعي؟ هاي صعبه، بس كلهم منو يعني اكثر؟ شوف يوم كلهم كل واحد يوم لراي مميز. انت منو؟ صابر بحس. لا والله كلهم بجننوا، كل واحد شخصيته، كل واحد صوته طبعا. وفعلا حبيت اتعلم من الكل. انت اخترتي منو؟ انا ما اخترت الصراحه، انا كنت بالاخر جروب بالاوديشنز، وكان عندي بس فرصه مع تيم عاصي. كان في فراغ يعني، كان في كان بس في فراغ بالتيم عاصي، سو ما ضل محل بالتانيين. سو الحظ كان مع لو استاذ. لو كان عندك اختيار انت كنتي مع مين بتختاري تكوني؟ لو لإلك غير عاصي بفكر شيرين او قادم. صوتك يمكن بيلبق على الستايل وهيك. يا وبفكر انه شخصيتهم يمكن
هيك يفهموني اكثر، وقادم يمكن اكثر لانه بحب الجو الاجنبي. يعني شو يعني بعد ما شفت شو عامل مع وبيحب البنات الحلوين كريس. كمان كاظم الساهر نعم بيحب البنات الحلوين كمان عن جد ما بعرف بس بدنا اياه انه اكيد يركز على الصوت وعلى الشخصيه. بس ايضا ما شاء الله عليه يعني كاظم الساهر يعني من الفنانين دائما اللي يغني عن المراه ويحب المراه ويتغني بجمال المراه. اكيد تكتبي وبتلحني بعض الاغاني، شو بدك تسمعينا هلا شيء من كتابتك وتلحينك؟ اوكي تفضلي عندك المايك. في مايك كمان؟ اوه والله محضرين حالي اليوم بالاخر بس انت رياضي عشان تغنين. اوكي في عندي غنية اسمها وانس مور، شوي سنتيمونتال يعني ما بعرف الكلمة عاطفية وكتبت من أكم من سنة بس فيها روح وإحساس وخاصة على نحن بنحب هيك إحساس روح. بلا روح الواحد ما استفدنا من شيء. طيب هيك كتبتيها قبل الخطبة أو بعد الخطبة؟ لا هاي من زمان. هاي من زمان بس الحين عادتها. هاي واحدة جديدة هلا بعد الخطبة. يلا. I couldn't have known you were about to leave me that day. In a moment, everything changed without a trace. You just let go. I wish that you were here with me. How can I forget that it's you that I still think about? All I'm asking for is to close my eyes and touch you once more, once more, once more, once more. Wow. شفت النظرة؟ هذه القفلة، هذه القفلة. معناها مضبوط ركزي على الغناء. احنا بنأيدك هلا في التركيز على الغناء طبعا. منى شو أخذك إلى محطة أبو ظبي ولتقدمي باللغة الإنجليزية؟ والله أنا الصراحة دائما بقدم بالإنجليزي. برتاحي أكثر. برتاح أكثر، يعني إذا فيكم تعلموني أكثر شوي يا ريت إنه تحسن اللغة العربية، إنه أنا مولودة في لندن وعايشة بلندن كل حياتي، صار لي بس 4 سنين بين هون ولندن. فكيف وصلتي يعني من لندن إلى أبو ظبي وكيف طلع معك هذا القرار؟ ليه تركتي لندن؟ الصراحة جت لي فرصة بدوحة مع الجزيرة، واشتغلت معهم كمذيعة وصحفية معهم وعملت عدة برامج عن فلسطين وعن النكبة. اوكي عن جد؟ والله عن جد؟ على اليوتيوب كنا على يوتيوب. اوكي جريت. سو واختي كانت موجودة هون، قلت خلينا نزور دبي والامارات ونشوف شو فينا نعمل هون، واجيت و the rest is history زي ما بيقولوا. طب كونك كفلسطينية وعشتي لندن طول هالعمر كيف حافظتي على العربي يعني بالأهل وصحابك عرب؟ أكيد مع الأهل أولاً، مع أهلي وخاصة إنه البابا فلسطيني والماما تونسية، so عنا هاللهجة وهاللهجة. وكنت تستمعي لأغاني عربية يعني كان لك حنان للأغاني العربية؟ دايماً من وقت ما كنت في بطن الماما. أكيد. مين اللي حب عندك؟ نعم مين اللي حب مغني عندك؟ كنا نسمع كتير يعني الأستاذ محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كلاسيك يس يس، يعني تربينا بهيك جو. ما شاء الله أنت متعددة المواهب، تسلم. صحفية، كاتبة، مغنية، وابدعت في المجالات. ممكن نشوف أنجلينا جولي العرب في مجال السينما؟ بالسينما؟ أيوة. كمان بدك تزيد علي. والله
خلينا نركز هلا بالموهبه اللي هي الفن هلا. بس انت شبه انجلينا يعني، ممكن كثير بيقولوا لي والله. شكرا. دي مش ممكن تبقى يعني سكت. انا ما بشوف الشبه بس يعني كومبلمنت. هي عندها موهبه واحده وانت متعدده المواهب. نعم. خلي موهبتها وتحديها. يا ريت. بس هي كمان يعني ما بعرفها شخصيا طبعا، بس الموهبه اللي اقوى من كل شيء هي انه بتساعد العالم وبتساعد طبعًا الاطفال وبتروح على المخيمات وفعلا عندها اعمال خيريه كبيره. رول موديل يعني. منى حكيك حلو، حضورك كثير حلو كمان، وهالضحكه اللي بتضلها مرفقتك، بس نحن ما شبعنا من غنائك فبدنا نسمع شيء كمان. شو بدك تسمعينا؟ شيء غنيه هيك طربينا. ايوه. اوكي. بدك المايك. لهجتنا سهله مش صعبه. عن جد عاوز مصري. اللهجة المصرية. اوكي. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، لما تقرب انا بتونس بيك، ولما بتبعد انا بتونس بيك، وخيالك بيكون ويايا، وانا 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 انا 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 بتونس بيك وانت معايا. والله احنا اللي متونسين فيك، لهجتك اللي متونسين فيك. لهجتك فكرتني بداليدا، لهجتك المصري فكرتني بداليدا. دي حاجه حبيبتي داليدا. بس فعلا ما شاء الله ونستينا بطلتش الحلوه، يعني شخصيتك جدا فعلا مرحه. يعني شفناك في التلفزيون مثل ما قلنا في برنامج عرب ادب، ولكن شفناك فقط غنين، لكن الحين اكتشفنا شخصيتك المرحه والجميله. فشكرا لك وعلى حضورك وتلبيتك دعوتنا اليوم في برنامج الاخر. شكرا جزيلا لك. شرفنا. شكرا كثير. مشاهدينا الكرام، بنطلع لهذا الفاصل القصير ورجعوا معنا عشان نتونس معاكم. عم تقدموا اشياء جديده ومبتكره، بس ما بتعتقد شوي الاسعار مرتفعه عندكم؟ عادينا على نقطه اسعار هذه اللي هي بدنا نرجع لبنان نوصل لهون. رجعنا لكم يا احلى جمهور متابع لبرنامج من الاخر، والحين نروح لفقره شو الجديد. بفترة وجيزة وبسرعة احتل مطعم الكيو بارا مركزا متقدما على لائحة أفضل المطاعم في مدينة دبي. نال هذا المطعم العصري جوائز عدة بفضل آراء زواره الإيجابية جدا. سجل شهرة واسعة في مدينة دبي وأصبح مقصدا للمواطنين والسواح معا. ما سر جاذبية هذا المطعم؟ رحبوا معاي بالسيد جوي غصوب. خليت من جوع. حياك استريح. الأستاذ جوي يا هلا ومرحبا فيك، منورنا اليوم في من الآخر. الله يخليك. بتكون من الآخر معنا اليوم؟ إيه. من الآخر. في البداية قول لي شو سر هذا يعني الاسم؟ أنا بالنسبة لي اسم غريب علي، يعني شو سر هذا الاسم؟ كبارة. اخترعنا الاسم لفظناه من ورا، يعني إذا بتلفظها من ورا إذا عربيك. الأبوستروفي تبع الكيو حدا is the I basically. basically تختلف على كل شيء عربي، بس بذات الوقت اختلطنا الأجنبي فيه. اتوقعتوا هذا النجاح الباهر للمطعم يعني خلال فترة بسيطة ضرب؟ لا. اتوقعتوا توصلوا حق هالمكان ولا قلتوا لا شوي شوي يعني؟ لا شوي شوي صراحة. بالبداية تعذبنا كتير، ضربنا راسنا بالحيط، بركي ما تمشي هالبروجيكت، بركي يعني اختراع جديدة وما حدا سامع بأرابيان فيوجن وشو يعني هيدي وشو عم بيعملوا هالعالم وخرفوا وشو. بس جربنا بالأول، قلنا بدك كتير وقت تتقلي. بالآخر أنت ماسك فقط الأمور الإدارية في المطعم ولا أيضا أنت كمان كذي لك فيه ولا لا؟ كله
تطبخ بعد؟ لا انا ما بطبخ. ما تطبخ ابدا؟ عندي ستاف تبعي بيطبخ. لان احنا عندنا شيفه ما شاء الله هني قاعده معنا يعني هي يعني اضعف وحده تقريبا قاعده واكثر وحده تسوي اكل، كيف ما ادري؟ واحنا اللي ما واحنا اللي ما نطبخ احسن مني. لا تطبخ ما شاء الله عليها يعني احنا البريكات نبغي ناكل نتاكل. تطبخ احسن مني بس لا ساعده كثير يعني بالبيت طبخوا الاميات تبع الثري بارتنرز هي الام مالنا هني على فكره. انا كثير حبيت بكيوبارا طبعا من المطاعم اللي عن جد استمتعت فيها كثير، فكره الفيوجن بين الشرقي والغربي يعني عن جد انه قد ايه غريب مثلا تاكل صياديه بس مع بلاك كود، بلاك كود جابانيز الصياديه اكله عربيه. انتوا اذا بدكم تصنفوا حالكم بتقولوا انتوا مطعم شرقي او غربي او بتقولوا نحن مطعم فيوجن؟ لا مطعم فيوجن للشرق والغرب يعني للاثنين يعني للكل للمواطنية وللسواح. طيب مين بيقصد كيوبارا بالعموم يعني مين الأشخاص اللي بيقصدوا مطعمكم؟ كمراحل عمرية ولا كجنسيات؟ كجنسيات و كمان للكل بس أكتر شيء عم بيتابعوا تجاهنا المواطنية أهل البلد عم بيحبوا كتير هالفكرة عم بيتقربوا على فكرة الأجنبي أكتر which is very good وبذات الوقت الأجانب عم بيتعلموا الكالتشر تبعهم بيعتبروا سياحة يمكن الأجانب ايه. جزء من السياحة بعضهم عم يتعلموا شو العربي شو ليش عربي ليش فاين داينينغ هلا عم تقدموا أشياء جديدة ومبتكرة ايه. بس ما بتعتقد شوي الأسعار مرتفعة عندكم؟ عادي أنا عدقت الأسعار عاد هذه اللي هي ما هو بدنا نجي على بدنا نوصل لهون أوكي بس ما هو لأنه عشان نعرف يعني أني ولا ماني لا أهلا وسهلا فيكم بنظبط شيء ماكسيموم بس لا الفيوجن الماركت برايس بدبي وحتى بالعالم عندها certain market it's a fine dining يعني fine dining أكتر بتختلف عن casual فلا الأسعار مثل غير بس أنا برضو رحت الأسعار ممكن نقول إن هي ماشية مع الماركت بتاع الفيوجن موافق والديزاين والديكوريشن بصراحة روعة ولكن الحاجة اللي أنا استغربت منها لما رحتها وضايقتني بصراحة كانت إن البورشنز بتاعت الأكل كتير كتير صغيرة صغيره ايه لان بدنا اياك تدوق كل البورشنز هي اتس ا شيرينج كونسبت يعني لازم فيك تروح شخصيه ذا كلتشر اوف ذا ديشز ما لازم بس تركز على صحن لك لازم انتوا ما جالكوش اي كومنتس على موضوع ان البورشنز بتحاولوا تظبطوها يعني طلبت كام حاجه مش عايز اذكر بالظبط ايه اللي طلبته بس طلبت كام حاجه وكانت صغيره قوي بصراحه يعني ايه في كام لان تدوق هي موضوع تدوق صراحه تعشى ولا رايح ادوق ايه يعني بصراحه يعني انا رايح اتعشى حسب شهيتك اوكي بس لا بس في حاجات بس تختلف يعني تختلف من يعني نحن هيدي اختراع بدنا العالم تشوف اولا اذا بيناسبهم هالكوزين اوكي هيدي وبعدين اذا حبوا بيطلبوا فيهم يطلبوا زياده يعني شو هالمشكله يطلبوا زياده حافظ على شغلكم على شغلك طب قول لي كده بس بركي ما حب هو ده الرد شفت الرد عندكم اختراعات حافظ على رشاقته يعني لازم تشكروا لجوي اختراعاتكم فظيعه عن جد يعني مثلا عندكم التبوله شوت اللوبستر كبه كثير قصص مختلفه طعمه حلو هلا يعني التيست فيري جود الاكل طعمه حلو مزبوط 100% بس انا سؤالي انه يعني بدي اعرف كيف اني بهال الاكل طعمه اكل طيب الاكسبيرينس يعني مشيت الاكسبيرينس هاي اختراع العالم بعد ما استوعبت هالفكره شو اريبيان فيوجن نحن طرحنا هيك نعم وانت عم تجاوبني انه طيب وبيمشي يعني ممكن انت تشوف بحياتك تمشي عالميا فينا ناخذها لهال ايديا للعالم اكيد انا بحس كثير فكره ما هو هذا اللي جربنا نعمله بس بالاول كيف تختاروا الشفيه لهالكوزين يعني انتوا عندكم مثل ما قلنا الشيف اجنبي وفي عندنا سو شيفز معهم عربي عرب الشيف كيف بلشت يعني هلا الشيف اجنبي اللي بيعمل تبولي شوت مع العربي لا الشيف ما بيعمل تبولي شوت البار البار اللي بيعمل الدرينكس بس انه بس اجنبي انجليزي ايه الشيف اجى على بيتنا كثير وشاف الكالتشر الكبه والمقلوبه والصياديه وبلش يخترع قصص بالاول ما كانت كثير عم تزبط بس قد ما جرب وجرب وجربنا كلنا معه عم تدخل نكهات غربيه بنكهات شرقيه مو اي حدا بيقدر يتقبلها ايه. وبس زبطنا الكيتشن الانجريدينتس كمان
مش الحال. يعني العيلة العالم يتقبل الفكرة. والدتك هاي بتمشي. والدتك ساهمت انتوا ساهمتوا. ايه يعني you were part of the cooking team. ايه ايه. The whole family. She's part of the whole team. All the moms. مخترع الأكلات جوي. انتوا ما شاء الله شبكتوا الشرقي بالعربي ومكستوا وسويتوا كونسبت جديد. ايه. انتوا شوف المطاعم في دبي تنافس مطاعم لندن وباريس وروما من ناحية الرقي والجودة. ما هو هيدي اساسا ليش عملنا كبارة اساسا ليش عملنا كبارة لان قد ما شفنا من برا عم بيجوا فرانشايز من لندن فرانشايز من قلنا يا عمي نحن دبوي خلينا نعمل فرانشايز من هون ونطلع لبرا ليش ما نبلش من هون ليش ما بنعمل كونسبت من هون عربي من نفوسنا ونطلع لبرا نفرجيهم للعالم انه قادرين نحن نعمل كمان هيك صارت هيك طلعت فاز المطعم جائزه احسن مطعم في دبي بتريب ادفايزر هذا ساعدكم انه تجيبوا زباين من برا ل مزبوط كتار صاروا ما كانوا عارفين عن كبارة كتار من الاجانب انه شو كبارة مطعم لبناني يا جماعه مش مطعم لبناني مطعم اريبيان بيختلف كثير في اجنبي بقلب هالمطعم اتس فيوجن كان اصعب شيء انه انا انه تو اكسبلين ذا اكسبيرينس لاصحابي انه وين المطعم اوتوماتيكلي لبناني لا لا يعني شرح الريستورانت كان كثير سهل لهم بس وين الموقع كان فكروا الناس بتنتهي لغايه تريد سنتر انه برا دبي اوف بس بعدين صرنا كل ويكند لا بس الموقع بوافي وافي فورد كومبلكس انه ايام من زمان وافي كان The pivot of Dubai كان الموقع صح. اللي كل العالم تروح عليه هلا برضو في دي اف سي في مارينا في نيو دبي نفهم هالشغله بس حوالي منطقه قرهوت كله في عالم بعده بتروح لهونيك يعني لوكيشن ما بلاقيها مشكله بالذات لان nothing defines لازم المحل اذا destination المحل العالم تجي هذا السبب اللي خلى شيف سيلبريتي شيف مثل جوردن رامزي يجي لعندكم على المطعم اكيد اي والله وعاد اجى ثلاث مرات ورا بعض هلا كلش بتستخدم السوشيال ميديا زي فيسبوك وتويتر وانستغرام موجودين وين ما كان طيب وبتصرفوا قد ايه تقريبا عليهم بادجت في الشهر نقدر نقول بيختلف كل شهر شيء حسب يعني ايام when we have to promote additionally نصرف زياده بس بالتحديد ما منحدد حسب اتس انترنال كمان في عندنا شركه اسمهم بانش ميديا اوكي هن بيساعدونا بالسوشيال وحسب كل شهر ايام في كثير سيلبرتيز بيجوا بفرد شهر بيصير في سوشيال اكثر ايام في كثير ايفنتس عم بيصيروا يعني في تفاعل كثير مع صفحه الفيسبوك في كثير عم بيصير في كثير اكتيفيتي على جزء من هذا التفاعل انه يجيك ردود فعل من الزبائن او كاستمر كومنتس ايه في زياد الجابي مزبوط وضع كومنت على صفحه الفيسبوك الخاصه في المطعم قال امتى رح تستقبلوا للغدا امتى رح تفتحوا يعني اصلا مزبوط وبيحلم في اطباقكم الشهيه يعني هذا انت يعني فيري نايس كومنت شو رايك في هذا الكومنت معه حق بس هو عم جرب ندرس الموقع أكتر لوكيشن هون بحد ذاته الموقع قصة وعندك موضوع الغداء والعشاء قصة تانية مش ايه انه هني بس عشاء لا فتحنا غدا للويكند الويكند جمعة سبت فاتحين للغدا يعني انتو عشاء فقط بس رح تصيروا تفتحوا غدا لح نفتح ايه بس تندرس على الغدا الناس بتكون جعانة لازم تاكل الغدا ويكند ايه يعني منكتر لك والله يا عمي منكتر لك خلاص انت تعال بيعطوك خلاص رح كتر لك انا رح كتر لك جاوبتوه؟ لا جيب لك ثلاث صحون فرد صحن خلص المهم زياد جاوبتوه؟ يعني عندك ناس بتعطى على السوشيال ميديا جاوبتوه؟ زياد ذا بيرسونال فريند يعني ايه بنجاوبه دائما بنجاوب على الكل حكينا عن المصاري قد بدنا نحكي هلا عن الديكار قد ايه كلف يعني كان في هيك كانوا عم بيقولوا انه مبالغ كثير كبيره بعرف انه الديكار كثير هيك مميز عم ينحكى عن 40 مليون درهم صح؟ ما في جاوب عاد في لكم بالملايين بس ما في يعني يقول قريب بحد ذات لا قريب على 40 مليون هيدي ما لازم اقول فيها هيدي بعمل هيك او هيك لا ما في جواب بقول عليها هيدي سوري بعتذر بس بالملايين العالي هلا على كل حال عم نشوف صور الديكور قد ايه عن جد مميزين كثير وبتحس حالك بجو في لايت افكتس اصلا هلا ساعدوا الديزاين في زي ووتر فول ولا حاجه كده صح والكابينات هدول بتعمل زي الف ليله وليله دي مابينج على الحيط ومحفوره منها نحن حفرنا الحيط حفرنا كل الوود اليمنت وطبعا الديزاينر ستوديو جليت اليابانيه واو. فبتختلف ديفرنت مايندز كانوا
اشتغلوا على هاي الكونسبت. هذا سبب الكلفة طبعاً العالية. كله كل أجانب يعني كل 44 ناشوناليتي. طب إيش ثيم البروجكشنز اللي على الحيط؟ كل شيء بتختلف مع الموسيقى بس تريزامبلز أكتر الأورينتال تبعنا يعني كيوبارا بالذات بس تختلف مع الموسيقى. وقد ايه الميوزك بتعمل دور على الجو؟ بتعمل كثير دور على الجو كثير. الموسيقى اول شيء بتبلش يعني هذا اللي يميزكم؟ ايه كثير تجاه الكونسبت كبارة وبعدين بتصير اكثر اب تيمبو على ديب هاوس بس فيري كثير لاونجي فيوجن ومش ما بتحسي ب الميوزك مع الاجواء ومع الاجواء وما بنروح على كوميرشال وكلاب ما الميوزك من الاسباب اللي العالم اليونيك. الحين كل انسان يوعان اكيد يدور على مطعم ياكل فيه. جبت معي اكل برا سؤالي جبت الشيف لحي برا زمان بكفي انا وعبد الله جعانين كثير. الشيف برا موجود برا عم يطبخ خلك سؤالي هو لك ثلاثة بصحن. سؤالي هو عندكم زاويه مخصصه للرياضيين اللي ماسكين حميه او دايت يعني اكل؟ ما هو الاكل هيك قدهم. ايه في هلا دايت اكتريت الدشز 65% بيكون فرايد لان طبعا موست ان ديماند فرايد هي بالعالم بس تروح تتعشى برا وتتغدى بحبوا اكل الفرايد. واحد بينسى الدايت وخلص بينسى الدايت انه بده ينبسط باكله. سوري بعتذر منك انه بدهم يبسطوا باكله. انت هلا ينبسطون انت هلا جوعان عم تفكر يا عشت لي واكل. في عندكم اطيب ستيكس كمان ما هيك؟ ايه الكوبي بيف تبعنا از تو داي فور في منش عليها بنحط عليها. بما انك عم تحكي عن الديماند وشو بتحب الناس بتتغير الظروف تاعت المطاعم احيانا يعني بشوف مطعم بيكون هيت وبعدين نوع اكله خاصه اذا كان سبيشال كونسبت زي فيوجن وكذا بتضطر يتغير مع الزمن. شو رايك في التغيرات السريعه اللي بتصير في عالم المطاعم وكيف انت بدك تواجه هاي الشغله مع مرور الزمن؟ كل يوم الفريق لازم يعني بنقعد نحن كل يوم وبنطبق استراتيجي ورا استراتيجي كيف نقدم يعني تو جيف ان اكسبيرينس للعالم يضلون يجوا لعنا لان ساتوريتد صار بشكل وذ تشينج وذ بوسيبل تشينج اوف ذا اكسبيرينس. ممكن يصير في تغيير على طريقه اهم شيء بس وي بريزيرف ذا براند يعني بنترك البراند الاساسي تبعه وما ما نغيره وهيدي ما رح تصير ما رح نغير. هاي شغله تبين معك بعد سنين ان شاء الله. ان شاء الله تبين على خير. شو الخطه لتامنوا استمراريه نجاحكم؟ هارد ورك الشغل بنضل كل يوم ما فينا ننسى فور ايفر وكمان ما فينا ننسى من وين جينا يعني نحن العرب ما فينا ننسى. حلو انه هيدي اساسياتنا. شكرا لك وعلى وجودك اليوم معنا. فعلا استمتعنا بالحديث معك. احنا كنا يعانين ولكن بكلامك الحلو صراحه وبهذا الديكور اكيد لاكثر من رائع شبعنا. فشكرا لك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا مشاهدينا الكرام شبعنا بمشاهدتكم انتم الجميله ولكن تدورنا من بعد هذا الفاصل. قد ايه صعب بهيك محل انه بهالعدد العساكر او عدد الناس الموجودين بمكان واحد انه كلهم تكون تعابير وجه نفس التعبير بالضبط بتحتاج تدريب كثير كبير. رجعنا من بعد هذا الفاصل القصير والحين طبعا يا كثر ما نعلق في حياتنا ولكن الحين بنروح لفقره علق على الصوره. عندما ناخذ صورة في الوقت غير المناسب شو اللي ممكن يحصل؟ خلينا نشوف هالصورة ونعلق عليها. ما شاء الله. طيب والله كذابين رقم واحد. يعني ما بعرف ليه الناس بتفكر ما كان نايم عدل قبل يروح حفل التخرج ماله. في كثير عالم بفكر العساكر انه ما لازم يعني يكونوا حياتهم طبيعيه. ما هو بشر بالاخير يعني اجت لهم توبه ونعس بس عسكري بس هو حامل الوطن يعني لازم يكون مركز 10 على 10 مش بس مخه بمحل ثاني. هلا العساكر حرام. عبد الله يطلع يكون قاعد طالع قدام الكاميرا عمال بيتاو عشان تعبان عشان بس لا هاي الصوره ما اخذت باذنهم يعني هاي الصوره اخذت هن ما عارفين. هاي صوره عفويه الجيش جيش واقفين قدامهم ممكن يكون قائد الكتيبة عفوية جدا. هيا تقعد لك يلا صورة. بس ما فدا قالت بس هاي مش صورة عفوية. اشتهر هذا الجانب الإيجابي والجانب السلبي. إذا كان مسؤولة
في الدوام الحين اكيد هو سايق باص او شغله ثانيه. بالجيش ما في مزح. لا بس بس الواحد احس يعني مهما كان ما عليه الواحد يترك كل الامور السلبيه تصير، لكن وقت الجد جد ووقت الشغل طبعاً. شغل اكيد اكيد شايل شيء بايده لانه كان على الاقل يحط ايده على تمه يعني. ما قدر ما قدر لو حط ايده على حلجه بيطيح السلاح في ايديه. يعني مبين واضح انه هو عرض عسكري او حفل تخرج. بس قد ايه صعب بهيك محل انه بهالعدد العساكر او عدد الناس الموجودين بمكان واحد انه كلهم تكون تعابير وجه نفس التعبير بالضبط بالثانية. تحتاج تدريب الصورة كثير. صارت بثانية. على هذا الثانية هذا الفن بالموضوع. انتوا انسوا 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 اللي قاعد يتثاوب، ترى في اكثر من واحد غيره على وشك التثاوب او على وشك النوم. في اكثر من واحد. هذا الانسان عفوي انا اتوقع اشدهم في اوقات الصعوبات في اوقات المعركه. يعني انت بتخلي الجندي يعني اللي بيحامي الوطن بيتاوب الصبح وبعدين يدافع عنك بالليل؟ عادي شيء عفوي طلع في كل انسان، يا ما طلاب صاروا علماء وهم يتاوبون في الحصص. زي في حد منا صار له في يوم من الايام تدي موقف يعني غبي مثل هالمواقف ان انا اثاوب قدام الناس او تطلع مني يمكن ما لقطت هالكاميرا او تطلع مني شغله غلط قدام الناس كذي ولا كذي. ليش نحن قاعدين على التصوير هون كثير اوقات بنضلنا نحن على بالضبط لانه كل شيء مسجل في لقطات محرجه. بصي بقه مفتوح فتحه قد ايه؟ في موقف في موقف يعني اللي بدي اقول شغله ايه يعني في راجل فخور. خلينا نبدا بالدور عشان احنا نكون منظمين مثل الصور اللي ورانا مثل الجيش. اي مثلا بدر شو موقف صار لك محرج؟ هل الثواب قدام حياة طلع منك شغله غلط حركه مني قدام الناس؟ لا انا يوم اكون روحي اخذ راحتي بس اذا حد قدام الناس لا ما عادتك قاعد تقول لي عمرك ما قدام الناس سويت شيء غلط. اسيطر على نفسي لا ابدا. نعم ولا مره ولا مره. اقصيدي يا بدر كده. شكرا. تتذكر بالموسم الثاني انا عندي حركه بنسى بتنفس مرات من تمي فكتير بلاحظ استمر الكاميرا هيك ولاحظت انه لو عندك حركه ثانيه بعد بخبرك انا مفاجاه لك يعني صراحه. يعني اوقات تتكلمين وما حد يسمعنا ما حد يسمعك على الطاوله يعني تدين سؤال شوي انا هلا عقبت عليه مره واحده حركه ثانيه بعد حركات فدا. اوكي عمرو بعدين بقول لك عشان ما ينفعش. لا لا والله قول شو صار لك موقف محرج يعني ما ينفعش. لا قول لي يبغوا يسمعون الناس. قول لي ما ينفعش يعني ما ينفعش خطير يعني خطير أكيد. بعدين بقول لك بيني وبينك. اوكي انت بالفضايح يا عمرو. استمر استمر. هلا ما بتذكر حادثة معينة بس بتصير مع أي حدا يعني من هيك إنه بيقولوا دائما الواحد ينتبه على تصرفاته وعلى طريقة حكيه أو بريك. أنا كنت أكلمك وتثاوبتي في وجهي كان يقولي سوري 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 ما صوروني بس. طب الرادارات هون بالسرعة بس تسرعوا الرادارات بيقولوا إنه بيصوروا الوجه مع الليسر السيارة. إذا بيصوروا الوجه نفسي أشوف الصور وأنت مسرع بياخذوها أبصر شو كنا بنعمل وإحنا مسرعين. هذا كنت كان يعرف التليفون ماله. زيد شو موقفنا صورنا العائلية كثير فيها هاي المواقف يعني أولادي بحبوا المزح. لا غير الصور أنت في حياتك طبيعية شخصيا صار لك موقف قاعد في مجلس مكان شيء صار لك بس كنت بحضر مؤتمر اخذوا صوره كان الجالس جنبي بيلعب بانفه بالمخاطب وانت في انا عم بتفرج على المؤتمر وهو عامل وانت ما كنت تلعب وانا مش منتبه يعني. لا انا بس خلصت الصوره يمكن يبي يتصل عبد يمكن يبي يتصل فيك او شيء صدقا يعني مية بعرفش مين هو مية حطت هالاثنين داخل. لا مية سويت تقولي حطيت على الفيسبوك. انا كثير بسها يعني كثير هيك بصير فكر بقصص اوقات بكون عم فكر بشيء بضحك بضحك وفي طريقه بدر كمباك كون قاعد بنكون قاعدين فانا هيك بكون عم فكر بصير بدر يقول لي كمباك انا كمباك. يعني مواقف صارت لكم جدا طبيعيه يعني انا عمره ما استوى لي موقف. فنان قدير انت ما بتغلط عمره ما استوى لي موقف ابدا وان شاء الله انتم ايضا ما تصير لكم مواقف محرجه ولا تتثاوبون لان بعدنا ما خلصنا مستمرين في برنامجنا ولكن من بعد هذا الفاصل. رجعنا من بعد هذا الفاصل والحين نروح لفقرة عايشين على كيفهم. ميزتها الأساسية أنها صنعت نفسها بنفسها في أعمالها توكلت على رب العالمين. طبعا ما وقف وراها أي منتج ولا أي شركة إنتاج كانت داعمة لها، فقط هي وراء كل اختياراتها الفنية. تعشق المسرح منذ صغرها، دخلت عالم الفن رسميا في عام 2006 مع أغنية مين أهم مني وهي في جعبتها حتى الآن 6 أغنيات. هل هي راضية عن مسيرتها الفنية ولا لا؟ خلنا مع بعض نستقبل ونرحب بالفنانة اللبنانية ناي سليمان. Thank you.
يا هلا ويا مرحبا فيك ناي، نورتينا اليوم بهذه الاغنيه العراقيه. مساء الخير، مساء النور والسرور، حياك الله. استريحي، حياك الله. ثانك يو. انت مسانا اليوم، ثانك يو، نورتينا ونورتي مسرح من الاخر. يعني انا ما ادري، مستغرب يعني ما شاء الله فنانه لبنانيه ولكن الاغنيه اغنيه عراقيه، اغنيه عراقيه 100%. ولا حسيت لي جزء من الثانيه ان انت ما عندك هذه اللكنه العراقيه؟ ايه مزبوط. اول شيء انتم منورين كلكم سوا بالبروجرام. ثانك يو. الاغنيه مزبوط. حد علمك اللهجه العراقيه؟ صح، هي كلكنه عراقيه هي اصعب من اللهجه الخليجيه، الاغنيه الخليجيه يعني. الخليجيه شويه اخف، ايه العراقيه وايد عندهم يعني كلمات شويه ثقيله. مزبوط. لا من هيك انه لما نزلتها اوديو وكثير اخذت نجاح بالخليج ففكروا انه المطربه عراقيه عم تغني، فمن هيك انا صورتها لقلهم انه لا انا لبنانيه وعم جيد اللهجه العراقيه، بس كثير انبسطت انه هالقد حبوها وافتكروا عراقيه. اذا هيك يعني 100%، يعني مجرد ما قالوا انه فكرنا عراقيه معناتها هالقد وصلتهم بصدق ومزبوط قلت لك نتهم. لا بس ما شاء الله هيك ابدعتي يعني فيها شو رقص.
طب مدام تحلمي بالخليجي يعني ليش تركتي دبي الامارات مع انه في عندك سكسس ورجعتي على لبنان؟ لان لو ما يعني لو ما رجعت على لبنان ما كنت عملت اسمي، يعني اسمي انا سناته ببلدي، واذا ما طلعت من بلدي معروفه ما في اوصل لولا بلد. وبالفعل انا لما نزلت بال2012 واصدرت انت قمري كل العالم عرفت ناي سليمان مين، غنت لبناني لهجتها، ولو ما تقبلوني انا لبنانيه يعني بدي اطلع من بلدي ما قدرت اغني لهم بغير لهجات. فهيك بكبر حلمي اكثر حتى اوصل ان شاء الله وغني اغنيه خليجيه ان شاء الله قريبا ان شاء الله. بلدك الثاني الامارات. اكيد هذا شرف لإلي. في مشروع لاغنيه بتحكي عن قوانين السير مع مجموعه من الفنانين، خبرينا عن هذا المشروع وليه اخترتي هيدا الموضوع بالذات؟ صح، هو اغنيه عم تكون لقوانين السير، تحضرت باستوديو جورج الصافي ابنه للكبير وديع الصافي. مجموعه فنانين، ليه هيدا الموضوع بالذات؟ لان نحن عندنا شوي السير فوضى غيركم عندكم بالامارات. قوانين ثابته 100% وتوعيه. انا صراحه اي شيء فيه توعيه، بالنتيجه انا يعني من الجنريشن اليونج اللي بنحب انه يطلع بلدنا على طول ظابط وما في ماس وفوضى. وكان لي الشرف انه تعاونت انا بهيك عمل وان شاء الله قريبا بينزل. مين الفنانين يلي رح يشاركوكي فيه؟ كان في الفنان وسام الامير، حتى كمان كشاعره كان في نزار فرانسيس، في كثير صراحه فنانين كانوا مشتركين. واي متى رح يشوف النور؟ اي متى رح يشوف؟ يعني ان شاء الله شيء بعتقد شيء شهر لقدام. على العموم انت فعلا الحديث معك ماين مالي يعني شخصيه مرحه، وتنشرين البسمه علينا كلنا واكيد على المشاهدين اللي قاعد يتابعونا في البيوت. شكرا لك وعلى حضورك اليوم وتواجدك معنا في برنامج من الاخر، وانت فعلا كنتي من الاخر لانك كنتي اخر ضيفه معنا في هذه الحلقه. شكرا لكم وميرسي كثير. بنختم معك اليوم ولكن ان شاء الله بتكون ختمتنا مميزه باغنيه انت امري. مزبوط. اوكي يعني. مثل ما وعدتينا. خلص مشاهدينا الكرام. انتم دائما قمرنا اللي تنورونا بمشاهدتكم لبرنامج من الاخر، تابعونا ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الموعد بحلقه جديده ببرنامج من الاخر. اكتب